في مهمة تمويل الحرب في اليمن لصالح ميليشيا الحوثي، تنشط شركات وهمية كواجهة لإيران. هذا ما توصلت إليه لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في تقرير حديث لها. التقرير الأممي الذي نشرت وكالة فرانس بريس ملخصا له، اتهم شركات من داخل اليمن وخارجه باستخدام وثائق مزيفة لتمرير تبرعات نفطية للحوثيين لتجنب تفتيش الأمم المتحدة. لجنة الخبراء الدولية رصدت في تقريرها عائدات وقود مشحون من موانئ إيران، ساهمت بوصف اللجنة في تمويل حرب الحوثي ضد الحكومة المعترف بها دوليا. كانت اللجنة الدولية قد نشرت تقارير سابقة تؤكد وصول تبرعات وقود إيرانية إلى الحوثي تصل إلى ما قيمته 30 مليون دولار، فضلا عن تزويده بصواريخ باليستية قصيرة المدى وأسلحة أخرى. التقرير الحديث للجنة الخبراء يفتح مرة أخرى الجدل اليمني والإقليمي والدولي حول الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي، ويضع استفهامات متصلة بالأسباب التي جعلت التحالف العربي يعجز عن منع تمويل طهران لميليشيا الحوثي رغم الحصار المفروض على منافذ اليمن منذ 4 سنوات.